تسأل عن وضع الملح والزيت ورشهما في البيت. هي ذكرت أنه يمتص الطاقة السلبية، لكن أيضا يشاع عند الناس أنه من الأمور التي يعني تبعد الشياطين عن البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة كثيرا ما يكون حديث الجن والشياطين والسحر والعين حديث يعني شائق الحقيقة، لأنه يتعلق بالغيب وشائق بمعانيه الشرعية الصحيحة، وهذا أمر حسن، وشائق مع الأسف في الأغلب ليس بمعانيه الشرعية الصحيحة، وإنما هي بالأوهام والظنون والتوهمات وإثارة الرعب وإثارة الخوف والتقليل من الإيجابية والإنجاز، اعتمادا على أن الإنسان عند الشياطين وعنده عفاريت وعنده جن ونحو ذلك. وأنا الحقيقة كثيرا ما أستدل، وإن كان من وجه ليس من كل وجه في الحقيقة، في قوله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهكذا صحيح أنهم لا يعوذون برجال من الجن كما يفعل أهل الجاهلية، لكن الحقيقة هم يعوذون بشيء أما مبتدع أو بأوهام يعوذون بها خوفا من الجن، كما أنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكان الرجل في الجاهلية إذا نزل واديا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي، أي من الجن، أعوذ أي ألتجئ إليه، أعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله. وهذا معروف عند أهل الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الإسلام وهدمها وأبطلها، ليبقى التعلق بالله عز وجل، ويبقى التعلق بعزته بحكمته بقوته برحمته سبحانه وتعالى. يتحول الإنسان بإذن الله إلى العزة والرحمة والقوة والحصانة حين لا تكون هذه المسائل هاجسا يوميا عنده. أولا موضوع الجن، أنا لا أعرف دليلا في الحقيقة على أن الملح يطرد الجان، وبحمد الله البيوت عمرت بذكر الله عز وجل من غير استخدام هذا الملح، فكانت تحصينا من الله عز وجل بذكره واللجوء إليه من غير كثرة في الأوهام وكثرة في الرعب والخوف. أما ما يتعلق بالطاقة السلبية، أنا سمعت أن هناك المشي في الأرض الملحية السبخة أو وضع الملح الخشن والمشي عليه بأنه يسحب الطاقة السلبية، هذه مسألة طبية بحتة ونفسية أيضا ربما، فيرجع فيها إلى أهل العلم بذلك من الطب والطب النفسي والطب البشري الطب العام وغيره، ليعرف هل هذا نافع ومؤثر أو أن الإنسان لا يسعى خلف مثل هذه العلاجات والأدوية. بعضهم يقول مجرد وجود كيس من الملح مفتوح أنه يسحب الطاقة السلبية، هناك كهرباء زائدة ساكنة أو مدري غير ساكنة موجودة في أجواء الغرف وغيرها، وأن هي تم سحبها من خلال هذا الملح. هذه مسائل حقيقة مسائل علمية بحتة وفيزيائية أيضا، يرجع فيها الفيزيائيين والأطباء، لأن فيزياء لها علاقة بالعلاج البدني، فالاثنان يستطيعان أن يفتياني في هذه المسألة والله أعلم.